في الرابع من يناير كانون الثاني بعد 9 مساء بقليل، كان نحو 50 طالبا في الأكاديمية العسكرية في العاصمة الليبية طرابلس يجرون تدريبات روتينية. آخر ما سمعوه كان أمرا بالاستدارة والسير. بعدها بثانية سجلت كاميرات المراقبة انفجارا حدث في وسط المجموعة وخلف 26 شابا قتيلا أو يسارع الموت في ساحة الكلية. العديد منهم كانوا مراهقين، لم يكن أي منهم مسلحا. بعد مرور 7 أشهر لم يتبنى أحد مسؤوليته عن هذا الهجوم، ولأن القتلى لم يكونوا بالضرورة مدنيين فإن البعض يعتقد أن موتهم لا يستحق التحقيق فيه. لكن بي بي سي بحثت في الضربة التي أودت بحياة هؤلاء الشبان والشظايا التي بقيت في ساحة الكلية. هذا مهم لأن هذا الصندوق يضم أدلة لا تخبرنا فقط بما الذي قصف الطلاب، بل وبمن كان وراء الهجوم وكيف أن قوى عالمية كبرى تؤجج سراً الحرب التي جلبت البؤس للشعب الليبي. عبد المعين هو أحد الشهود على الهجوم، وهو طالب في الأكاديمية في 20 من عمره وصديق لأولئك الذين قتلوا. بينما كنا نذاكر في الفصول شعرنا أن هذا الانفجار حدث داخل الكلية. سجلت كاميرات المراقبة عبد المعين فيما هو يسير خارج الأكاديمية نحو مشهد المذبحة. لم نعرف ماذا نفعل، يعني كنا نشاهد زملائنا وهم يموتون أمامنا ويلفظون ألفاظهم الأخيرة ولم نستطيع أن نفعل شيء. ثم توجهنا مباشرة إلى زملائنا وقمنا بأسعافهم وانتشال جثثهم وأطرافهم المبتورة والجماجم المحطمة، شيء لا يوصف. كان هناك من بعض زملائنا جسمه مفصول عن الآخر، جسمه الفوق مفصول عن رجليه، يعني جريمة بشعة بكل ما تعني الكلمة، جريمة لا تمت للإنسانية بأي صلة. يقول عبد المعين إن الطلبة جاءوا من مدن وقرى من مختلف أنحاء ليبيا ويريد الآن أن يعرف من المسؤول عن موت أصدقائه. ونحن كطلبة كلية عسكرية ونتكلم باسمي وباسم الطلبة نريد معرفة من هم وراء هذا العمل الإجرامي. الآن كشفت بي بي سي أدلة تكفي للإجابة عن سؤال عبد المعين. تقع الأكاديمية في جنوب طرابلس، مقر حكومة الوفاق الوطني الليبية. عند وقوع الهجوم كانت طرابلس محاصرة من قوات شرق ليبيا التي تقاتل لصالح حكومة منافسة مقرها شرق البلاد في مدينتي بنغازي وتبرق. منذ عام 2014 يتحارب الجانبان المدعومان من قبل قوى خارجية للسيطرة على البلاد، وعادة ما تسارع قوات شرق ليبيا في تبني الانتصارات العسكرية. ولكن في 5 يناير كانون الثاني نفت قوات شرق ليبيا تماماً مسؤوليتها عن مقتل هؤلاء الطلاب. نعم ننفي نفيا تاما ان قوات مسلحه استهدفت هذا المكان. احنا هذا المكان واضح لدينا على الخريطه وهو من الاماكن الخضراء التي لا تستهدف في الاماكن العسكريه سواء بالمدفعيه سواء بالقوات الجويه. تفسير قوات شرق ليبيا هو ان هؤلاء الشبان قتلوا في قصف محلي او ربما بهجوم من داخل الاكاديميه. سنريكم بأن هذا ليس صحيحاً وسنبدأ من صندوق الشظايا. يظهر هذا الفيديو الذي نشر في 5 يناير كانون الثاني شخصاً يجمع شظايا معدنية من ساحة الكلية.
وتبين صور التقطتها بي بي سي الشظايا نفسها معروضة على طاولة، وهي تقدم لنا معلومات تكفي لإعادة تشكيل هذا السلاح. هذه الزعانف، آليات الصواميل هذه، ونظام الربط هذا، كلها تطابق مكونات صاروخ يسمى بلو أرو 7. هو صاروخ جو أرض صيني الصنع. خلص تحليلنا إلى وجود طائرة واحدة في الخدمة أثناء حصار طرابلس يمكنها إطلاق هذا السلاح. إنها طائرة مسيرة تدعى وينغلون، وذكرت الأمم المتحدة قبل هذه الضربة بثلاثة أسابيع أن بلو أرو 7 مقترن باليستياً ليتم إطلاقه من وينغ لونغ 2 دون أي وسيلة أخرى متوفرة في ليبيا حتى هذا الوقت. وينغ لون هي المعادل الصيني لطائرة بريداتور الأمريكية، لكن بينما هناك شروط تنظيمية صارمة على صادرات الطائرات المسيرة الأمريكية، فإن الصين بحسب مسؤول أمريكي أفرطت في بيع طائراتها المسيرة. إذن من الذي يشتري وينغ لون، ومن الذي يقوم بتسييرها فوق ليبيا؟ خلال العام الماضي ترافقت حدة المعارك في شوارع ليبيا مع تصعيد حرب الطائرات المسيرة في سمائها. غسان سلامة الرئيس السابق لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا وصف ذلك بأنه ربما يكون أكبر مسرح الآن لحرب الطائرات المسيرة في العالم. تستخدم حكومة الوفاق الوطني وقوات شرق ليبيا طائرات مسيرة يتم تشغيلها بالهاتف لأغراض الاستطلاع والدعاية. يبين هذا الفيديو ثلاثة مرتزقة روس يشغلون طائرة مسيرة محمولة باليد لدعم حلفائهم في قوات شرق ليبيا. ويظهر هذا التسلسل من المشاهد قوات تابعة لحكومة الوفاق الوطني تستخدم طائرة مسيرة مشابهة لتوجيه قصف مدفعي. والأكثر تطوراً هي طائرات أورلان 10 الروسية الصنع التي تستخدمها قوات شرق ليبيا، فهي تحمل كاميرات تصوير حرارية يمكنها تحديد الأهداف العسكرية بدقة، بل ويمكنها أيضاً تعطيل إشارات الهواتف المحمولة. وهناك أيضاً الطائرات المسيرة الهجومية، هذه بايراكتار تي بي 2 التركية الصنع، وقد استخدمت لدعم حكومة الوفاق الوطني منذ 2019. تستطيع بايراكتار تغطية 150 كيلومترا وحمل صواريخ موجهة بالليزر، وأن تحوم فوق أهدافها ل24 ساعة، وهي غير مرئية على ارتفاع 24 ألف قدم. لكن كل ذلك لا شيء مقارنة بوينغ لونغ 2، وهي طائرة مسيرة يصل مداها إلى 1500 كيلومتر، ويمكنها إطلاق 12 صاروخاً والعودة إلى قاعدتها. منذ بداية عام 2019 استخدمت هذه الطائرة المسيرة لدعم هجوم قوات شرق ليبيا على طرابلس وحصارها الذي جلب البؤس لسكانها المدنيين وأسهم في نزوح 149 ألف شخص. وينغ لون هي الطائرة المسيرة الوحيدة التي كانت تحلق فوق طرابلس في يناير كانون الثاني 2020، والقادرة على إطلاق صاروخ بلو أرو 7 على الطلاب. إذن من أين جاءت؟ هذه هي كل القواعد الجوية الليبية المعروفة التي تقع ضمن نطاق يمكنها من قصف الأكاديمية، لكن طائرات وينغ لونغ المسيرة تم توثيقها في 2 فقط من هذه القواعد، وهما الجفرة والخادم.
لنلقي نظرة على الجفرة أولاً. تبين لنا صور الأقمار الصناعية أن الطائرات وينغ لونغ كانت تعمل من هذه القاعدة في أغسطس آب 2019، لكن بحلول سبتمبر أيلول اختفت الطائرات المسيرة من الجفرة، ربما نتيجة هجوم على القاعدة في وقت سابق من ذلك الصيف، والذي أدى إلى اشتعال النار في هذه الطائرات على المدرج، ولم تظهر مرة أخرى أبداً، ولم تنطلق من هذه القاعدة في وقت الهجوم على الأكاديمية، وهذا لا يترك لنا سوى قاعدة الخادم. أنشئت هذه القاعدة هنا قبل عقود، ولكنها تغيرت منذ سقوط نظام الزعيم الليبي السابق معمر القذافي في 2011. فبدءاً من 2014 تظهر صور الأقمار الصناعية عملية تطوير كبيرة جرت في هذه القاعدة. إذن من يمول كل هذا البناء؟ من أين جاءت هذه الطائرات؟ أي قوة أجنبية تدعم طائرات قوات شرق ليبيا المسيرة في الحرب على طرابلس؟ مفتاح اللغز في التفاصيل. هذه أول نسخة من طائرة وينغ لونغ المسيرة كما نراها في قاعدة الخادم عام 2016. هذه طائرة هيليكوبتر من طراز UH-60 أو كما يسميها الأمريكيون بلاك هوك. هذه AT-802 Air Tractors، وهذا نظام صواريخ MAM هوك أرض جو. عندما التقطت تلك الصورة كان هناك لاعب أجنبي واحد فقط في هذه الحرب يملك كل هذه الأسلحة، دولة الإمارات العربية المتحدة. كما وجدنا سجلاً يضم الأسلحة التي اشترتها دولة الإمارات في 2017 يوثق شراء 15 طائرة مسيرة من طراز وينغ لونغ 2 و350 صاروخاً من طراز بلو أرو 7. نفت الإمارات أي تدخل عسكري في ليبيا، وتقول إنها تدعم عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة. لكن ولي العهد محمد بن زايد متعاطف مع قائد قوات شرق ليبيا خليفة حفتر، ووجدت الأمم المتحدة عام 2019 أن تزويد أو نقل الطائرات العسكرية أو الأسلحة إلى ليبيا هو مخالفة صريحة لحظر السلاح الذي فرضته الأمم المتحدة، والذي يهدف إلى إنهاء هذا النزاع ويتم تطبيقه منذ عام 2011. الحظر ذاته الذي أيدته دولة الإمارات العربية المتحدة في قمة برلين في يناير كانون الثاني 2020. هنا إلى جانب القوى العالمية الأخرى وافقت الإمارات على الامتناع عن التدخل في الحرب الليبية. بعد 3 أشهر كان وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش لا يزال يطلق تغريدات تدعم جهود الأمم المتحدة لإحلال السلام. لكن في الأشهر التي سبقت اجتماع برلين كانت طائرات وينغ لونغ المسيرة الإماراتية تقلع من هذا المدرج، وتوحي الأدلة كافة أن من بينها الطائرة المسيرة التي أطلقت في 4 يناير كانون الثاني صاروخاً على طلاب غير مسلحين في طرابلس. عرضنا الأدلة التي تشير إلى ما الذي قصف هؤلاء الطلاب، من أين جاء، وأي قوة أجنبية تعمل انطلاقاً من هذه القاعدة الجوية. لكن في أوائل فبراير شباط اختفت طائرات وينغ لونغ من قاعدة الخادم، وعندما بدأنا نبحث عن وجهتها وجدنا أدلة على تدخل لاعب خفي آخر في لعبة الطائرات المسيرة. شو
هذا تقرير تلفزيوني صيني يعود إلى العام 2012، يبين مركز القيادة المطلوب لتشغيل الطائرات وينلونغ المسيرة. حددنا بالضبط المكان الذي تم تصوير هذا الفيلم فيه في الصين، وعثرنا على صور أقمار صناعية ملتقطة في الأسبوع نفسه الذي صور فيه الفيلم، وهذا يعطينا صورة دقيقة عما يبدو عليه مركز قيادة وينلونغ من الجو. تصف المذيعة هذا المبنى بأنه مركز ربط بيانات الأقمار الصناعية، وهذه بأنها غرفة السيطرة على الطائرات المسيرة. إذا دققنا في صور قاعدة الخادم فسنجد بنايات متطابقة تماماً في أبعادها مع غرفة السيطرة ومركز ربط البيانات الذي يربط الطيارين بالطائرات المسيرة عبر الأقمار الصناعية. القمر الصناعي يعطي البناية مظهراً مميزاً، مظهر يمكن أن نراه في صور قاعدة الخادم، كما نرى أيضاً هذه الصناديق التي تبدو كأنها حاويات شحن بحري. فما هي؟ هذا الفيديو يعطينا فكرة، إنه فيلم ترويجي صيني يظهر كيفية توضيب أجزاء وينلونغ 2 ونقلها. يتم وضع الأجنحة طولياً بمحاذاة هيكل الطائرة، والصناديق التي يمكن رؤيتها في قاعدة الخادم هي بالحجم نفسه الذي يستوعب الطائرة المسيرة، وهي مفككة ومرتبة طولياً. في 31 من يناير كانون الثاني كانت 11 حاوية من حاويات وينلونغ هذه بادية للعيان في الخادم، ولكن في وقت ما من الأسبوع الأول من فبراير شباط اختفت من القاعدة. في الوقت ذاته تماماً بين 4 و7 من فبراير شباط ظهرت تشكيلة متطابقة من الحاويات في قاعدة جوية بالقرب من منطقة سيوة عبر الحدود في مصر. هذا ما اختفى من قاعدة الخادم، وهذا ما ظهر في سيوة، 11 صندوقاً متطابقاً في الحجم واللون، غرف السيطرة نفسها ومراكز ربط بيانات الأقمار الصناعية ذاتها. الطائرات المسيرة الموجودة الآن في سيوة تبدو أنها الطائرات المسيرة الإماراتية نفسها التي سبق أن وجدت في الخادم. ها هي هنا آمنة في الصحراء المصرية، ولكنها لا تزال ضمن مدى قصف العاصمة الليبية طرابلس، وذلك ليس الدليل الوحيد على التدخل المصري في الحرب الليبية. اكتشفت بي بي سي أدلة على أن قاعدة جوية مصرية أخرى هي سيدي براني على بعد أقل من 80 كيلومتراً من الحدود الليبية، هي وجهة طائرات عسكرية ترسلها الإمارات. هذه مقاتلات من طراز ميراج 2009 مصبوغة بألوان لا تستخدمها القوات المصرية الجوية، ولكنها تطابق ألوان سلاح الجو الإماراتي. وهذا هو طراز الطائرات التي اتهمتها الأمم المتحدة بقصف مركز مهاجرين في يوليو تموز 2019 وأودى بحياة 53 مهاجراً. تظهر صور الأقمار الصناعية وجود طائرة شحن من طراز إليوشن 76. نرى هذا النوع من الطائرات في قاعدة سيدي براني تكراراً في مارس آذار وإبريل نيسان وأيضاً في يونيو حزيران. إذن ماذا تفعل تلك الطائرات في قاعدة عسكرية ومن أين أتت؟ تساعدنا على الإجابة عن هذا السؤال بيانات تعقب الرحلات الجوية. هذه الرحلة رقم 9511 ZAV، وهي أيضاً لطائرة شحن من طراز إليوشن، سجل رادار هبوطها في قاعدة سيدي براني في 25 من يونيو حزيران. لو تتبعنا تلك الرحلة نجد أنها جاءت من الإمارات العربية المتحدة، وهي ليست الطائرة الوحيدة من طراز إليوشن التي سلكت هذا المسار. قمنا بتتبع عدد من الرحلات التي قامت بها طائرات من النوع نفسه أقلعت من الإمارات العربية باتجاه الشمال غرب مصر،
وفي كل تلك الرحلات تقريباً تختفي الطائرات عن شاشات الرادار غرب نهر النيل دون أن تقلل من سرعتها أو ارتفاعها. ونعلم أن بعضاً من تلك الطائرات هبط في قاعدة سيدي براني لأن الرادار التقطها وهي تقلع من القاعدة نفسها وترجع باتجاه الشرق في ثلاث من رحلاتها. لا نعلم ما الذي كانت تحمله تلك الطائرات، ولكن تلك الرحلات تشير إلى وجود ممر جوي تنقل عبره معدات وإمدادات بين الإمارات وقاعدة جوية مصرية على الحدود الليبية. كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حاضراً أيضاً في برلين يصافح أنجيلا ميركل ويصادق على جهود الأمم المتحدة لنزع فتيل الحرب الليبية. بعدها بستة أشهر كان هنا في سيدي براني يبلغ القوات المصرية بأن تكون على استعداد للعمل العسكري على جانبي الحدود المصرية وما وراءها. اسمحوا لي ان انا اشكركم واقول لكم يعني كونوا مستعدين لتنفيذ اي مهمه هنا في داخل حدودنا او اذا تطلب الامر خارج حدودنا. عرضنا هذه الادله على الحكومه الاماراتيه لكننا لم نتلقى الرد، كما توجهنا باسئلتنا للحكومه المصريه حول ما ورد في التحقيق وهي ايضا لم ترد. الطلاب الذين ماتوا في طرابلس في يناير كانون الثاني لم يقتلوا بقذيفة هاون قصيرة المدى أو تفجير من داخل الأكاديمية، لقد كانوا ضحايا حرب لعبة كمبيوتر متطورة لم تستطع الأمم المتحدة إيقافها. بعد بضعة أيام فقط على هذا الهجوم عبر رئيس بعثة الأمم المتحدة السابق في ليبيا غسان سلامة عن سخطه بوضوح تام. Take your hands out of Libya. The country is suffering too much from foreign interference in different ways. Libya is not only an oil story. Libya is not only a gas story. Libya is not only a geopolitical story. It is also a human story and people are suffering. عندما تم إسقاط القذافي في 2011 كانت أعمار الطلاب الذين ماتوا هنا 10 أو 11 عاماً وربما توقعوا أن يكبروا في بلد يتمتع بقدر من السلام والحرية، ولكنهم ماتوا في صراع مضى عليه الآن نحو عقد من الزمن وقتلوا بصاروخ صيني صنع كما تشير الأدلة أطلق من طائرة مسيرة أقلعت من مكان يبعد 750 كيلومتراً من قاعدة تديرها قوة أجنبية.